طب ايه اصعب الحاجات والتحديات اللي واجهتك عشان توصلي لهدفك ده؟ يعني ايه الحاجات، بغض النظر بقى عن الوزن والحاجات دي، اعتقد ان ده امر الى حد ما سهل، هنلعب رياضة، هنمشي على نظام غذائي، ولكن في حاجات تانية انا اعرفها وانت اللي هتقولي لنا عليها دلوقتي، لا دي تحديات بجد وامور صعبة وبتاخد وقت عشان تدركيها كويس قوي. اكتر حاجه قابلتني صعبه جدا انا وزمايلي البنات، ان هم كان مطلوب مننا ان احنا مشروع سياحي ومشروع خدمي في 30 ثانيه، ونقول الحاجات اللي هي المفروض تتقال وازاي نعرف نوصلها بطريقه مظبوطه ويبقوا مقتنعين بيها. فده كان صعب جدا، لازم ابقى هاديه، ما بقاش متوتره، ما بقاش عصبيه، اعرف اوصل لهم وهم يقتنعوا كمان. فالموضوع كان تحدي صعب جدا. طب كنتي بتعملي ده ازاي؟ هل كان في تمارين معينه مثلا بتعدي لحد 10 بتتنفسي الحاجات اللي هي بتاعت يوجا الستريس دي؟ اه بالظبط، يوجا، الحاجات اللي هي، هل يوجا ده بيعمل حاجه فعلا؟ دي حقيقة. مستر محمود نجاح مؤسس مسابقة ميس إليجنت هو دايما كان بيشتغل معانا على ده، اللي هو انتوا طبيعي هتقفوا قدام ناس، لازم تشتغلوا ان انتوا تبقوا هاديين، محدش فيكم يبقى متضايق، محدش فيكم يبقى متعصب. انا كنت سامعة دقات قلبي، خلاص انا في اخر بقى، واصله لاخر مرحله، فاللي هو انا سامع دقات قلبي ومش سامع الناس. لا اعتقد ان الدقات دي جايه من التاج ده، انت عارفه انا لو لبست التاج ده ممكن يجرى لي ايه؟ اسمع دقات قلبي هنا في دماغي من الصداع. طب التاج ده مش يعني وهما بيلبسوهولك ما كنتيش قلقانه تقيل قوي؟ خالص خالص اوكي، خالص قلقانه خالص، ايه بس ده، هو انا تقيل، مستنياهم يلبسوهولي. هو تقيل بس انا مستنيه اللحظه، انا بالظبط مستنيه كده، اللحظه. ده كان حلم من طفولتي والحمد لله حققته. الحمد لله. يعني طيب منى، برافو عايزه عليك. اسالك دلوقتي، دايما المسابقات بتاعت ملكات الجمال بتبقى مرتبطه ان هي يبقى شكلها حلو، شعرها حلو، جسمها حلو، لابسه مش عارفه عامله ازاي، ما دايما احنا ما بنحطش قوي سبوت على ان هي تبقى عندها لغات، عندها معلومات، ده مثقفه، بتعمل اعمال خيريه. فقولي لي ايه التحديات اللي انت واجهتيها او ايه الصعوبات في حاجه زي دي في المسابقه بتاعت ميس إليجنت؟ بالعكس، مش بس على المظهر الخارجي، بالعكس لازم تبقى علاقتها حلوه بالناس. احنا كان دايما علاقتنا، احنا كنا في منافسه قويه، بس كان دايما مستر محمود دايما يقول لنا ان احنا اصحاب، وان احنا ما نبقاش في بينا مشاكل او حوارات او اي حاجه المنافسة وحشه. الشرسة بالظبط، احنا في منافسه بس منافسه شريفه شريفه، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. فانا كان بالنسبه لي ان انا يعني اعدي موضوع زي ده كان صعب جدا، ولغيت سفر كتير، عملت حاجات كتير، ما كنتش عايزه اعدي اي حاجه، يعني ما كنتش عايزه اعدي اي حاجه. وبس مش هقول لك على حاجه كمان، مش سفر زي ايه يعني؟ عايزه اعرف، هل كنتي بتعملي اعمال خيريه مثلا، بتعملي حاجات ليها علاقه بالشاريتي، حاجات من اجتماعيه؟ كنت من زمان ماما هي ليها فعلا، واحنا اوريدي بنعرض لها الكلام ده على السكرين دلوقتي وهي بتتكلم، لان استكمالا لكمال كلام هبه، ممكن ناس كتيره تبقى فاهمه ان المسابقه دي يعني حاجه شكل شكليه او حاجه سطحيه، بالعكس ولكن ما وراء المسابقه دي حاجات كتيره قوي برضو انت اللي هتقولها لنا بتغير في لانها بتبقى شخصيتكم. قدوه كمان صحيح، للبنات اللي في سنها ايه اللي وصغرها. اتعلمتيه بقى من المسابقه دي وخرجتي بيه وفعلا غير في شخصيتك تماما؟ الثقة بالنفس جدا جدا، يعني لو انا كان عندي ثقة بالنفس شوية، فانا لازم يبقى عندي ثقة بالنفس جدا جدا جدا، والثبات الانفعالي ده كنا بنشتغل عليه طول الوقت. ومش بس المظهر، احنا اتكلمنا في الموضوع ده، لا هو غير كده، هي لازم تبقى عندها مشروع خدمي عشان تخدم بلدها، ومشروع سياحي عشان تخدم السياحة بتاعت بلدها. فلازم تبقى هي قلبها كويس، بنت مثقفة، متعلمة، مش بس كشكل، كمظهر، لا ما هو مش بيتاخد، مش بس كده، مش بيتاخد بالشكل. طب بما ان بقى القصه دي وقصه اللباقه دي كمان بيتم تمرينكم عليها كويس قوي، خليني اقول ان احنا كلنا مش جوجل، يعني أكيد. مهما كان، مهما كنتي مثقفه، اكيد مش هتكوني على درايه بكل الامور، بالاسماء، بالتواريخ، بمعلومات كتيره جدا محتاجه انك طول الوقت تفضلي طبعا تثقفي نفسك، ولكن المواضيع دي الى حد ما بتبقى صعبه شويه.